بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة المستشار، السادة الحضور، السادة رؤساء الأحزاب، السيدات والأخوات، بشكركم جدا على وجودكم اليوم. ويعني أنا آسف أن المكان بعيد إلى حد ما بالنسبة للبعض منا، لكن مع كل هذا حرصتم أن أنتم تبقوا معنا. وعايز أوجه حقيقة شكر خاص لواحد أنتم يمكن ما تعرفوهوش، هو من الشباب، عشان في ناس هنا عمالة تقول لي اهتموا بالشباب. هو الأستاذ ياسر سيف الدين. هو جاي مخصوص من اسكندرية عشان يقابلني لأول مرة وجها لوجه. احنا أصدقاء على الفيسبوك، ولما عرف ان في مؤتمر النهاردة قرر ان هو يحضر، وانا بحييه. وهو من الشباب فعلا المتحمس اللي هيقدر يقدم شيء جديد لمصر، وأتمنى له كل التوفيق في مستقبله أولا ثم في العمل السياسي ثانيا. شكرا يا فندم. شكرا. أنا طبعا بحييكم كلكم فردا فردا، لكن أنا الحقيقة اخترته هو لأنه يعني جاي من الإسكندرية مخصوص، وأنا يعني سعيد جدا بأن أنا أشوفه لأول مرة وجها لوجه في هذا اللقاء. احنا طبعا النهاردة بنتكلم على شيء مهم جدا هيحصل في الحياة السياسية المصرية في الفترة الجاية، وهو محاولة للاستجابة للدعوة اللي اطلقها قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد القوى السياسية ومحاولة وضعها كلها في صف واحد وفي كيان واحد. طبعا ده مش هيحصل، هيكون يعني شيء من الخيال الجميل ان احنا نتوقع ان كل القوى السياسيه ستنضم الى بعضها البعض. وهو على العموم الحياه الديمقراطيه بتقول ان التعدديه هي شيء جيد واساسي في الديمقراطيه. ولكن احنا بنحاول ان احنا نكون نواه صلبه قويه بتضم مجموعه من الاحزاب. صحيح انها كلها احزاب، ما فيش الاحزاب التقليديه اللي بتتباهى بقوتها السياسيه، لكن احزاب كلها وطنيه بتعمل على الارض فعلا، عندهم مؤتمرات مستمره رغم ضعف الامكانيات الماليه، لكن قادرين يقوموا بدور نشط ودور جيد. هو ده اللي احنا عايزين نعمله بالظبط، ان احنا نعمل نواه صلبه، نسيج واحد نقدر نخش به الانتخابات البرلمانيه القادمه. ولكن احنا لا يمكن ان احنا نركز جهودنا كلها على القائمة فقط. يعني انا اسف ان اقول ان المجتمع السياسي في مصر اختصر كل شيء في 120 واحد، وهم حتى مش 120، هم حوالي 40، لان الشخصيات العامة اللي هتخش على القائمة هتبقى حوالي 40 واحد، والباقي حسب الدستور الفئات المتنوعة اللي قررها الدستور. فكأننا اختصرنا مصر كلها في 40 شخصية قادمة ان هم دول عليهم النهوض بالدولة وتشكيل البرلمان، وده شيء طبعا مؤسف. احنا في الائتلاف بتاعنا اللي هينمو ان شاء الله في الفترة القادمة، الفترة القصيرة، هيكون لنا تركيز ايضا على الشباب اللي هيخش في القوائم او في المقاعد الفردية، ومعانا نماذج كبيرة منها من محافظات كثيرة. هندعم الشباب، هنتواجد معهم في مؤتمراتهم وفي أماكنهم، وهنقدمهم إلى المقاعد الفردية. المقاعد الفردية هتخدم القائمة، والقائمة أيضا هتخدم المقاعد الفردية. ولكن أنا لا أتصور أن المجتمع السياسي في مصر يعقد هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات من أجل الوصول إلى 40 شخصية هيحطوهم في الشخصيات العامة على قائمة على الأربع قوائم الموجودين في الجمهورية. الموضوع أكبر من هذا، وإذا ما كناش عارفين نتفق على 40 شخصية، أو بمعنى آخر إذا ما كانش في حزب قادر يقدم قائمة فيها 40 شخصية عامة، إذا هذا الحزب لا داعي إن هو يعمل في السياسة أو يتواجد على الأرض. وبالتالي إحنا هنا في هذا الائتلاف إحنا بنوجه الدعوة للجميع، مفتوحين للجميع، ما عندناش أي حدود ولا أي عقبات ولا أي تحديات ولا أي تحفظات على أحد. ولكن الوقت مش في صالحنا، الوقت بيداهمنا، الوقت بيقتلنا، واعتقد ان احنا ما عندناش رفاهيه الوقت في الفتره القادمه، وبالتالي يجب ان تكون هناك مساعي سريعه
وقوية من الجميع للانضمام ولمحاولة تشكيل هذه الكتلة الوطنية اللي احنا بنسعى إليها. نتكلم على الشباب، طبعا الشباب مهمين وهم المستقبل، واحنا النهاردة بنتكلم عن مستقبل مصر، فإذا الشباب هو عماد هذا الائتلاف. كان اقتراحنا في الفترة الماضية انه يكون القائمة 60% فيها على الأقل الشباب. ازاي؟ انه عندما نضع المرأة يكونوا في سن الشباب، بعضهم متحدي الإعاقة، المصريين في الخارج، الأقباط، كل الفئات اللي نص عليها الدستور ان هي تكون فيها نسبة كبيرة من الشباب. ايضا في الشخصيات العامة ممكن يخش مجموعة من الشباب، وبالتالي القائمة اللي احنا هنتميز بيها ان شاء الله في الفترة الجاية هيكون فيها على الاقل 60% من الاسماء من الشباب والمرأة. نحن نركز على الشباب والمرأة، هم دول القوة الدافعة للمجتمع المصري، هم دول القوة الأساسية لبناء مستقبل مصر، الشباب والمرأة. وبالتالي هيكون خطأ سياسي جسيم إذا تجاهلنا القوتين الأساسيتين في المجتمع المصري الآن وهما المرأة والشباب. هذا لا يعني أن احنا بنهمل الأجيال الأكبر سنا اللي زي وزي سيادة المستشار وزي آخرين موجودين هنا، وسيادة اللواء تيسير طبعا ولو أنه شباب، لكن هذا المبدأ اللي احنا هنمشي بيه هو تواصل الأجيال. مفيش حاجة اسمها ان الكبار بس هم اللي هينهضوا بهذه الدولة او الشباب فقط، لا، لازم هيكون في تواصل للأجيال، لازم هيكون في عمل مشترك، لازم هيكون في عزف مشترك لكل الملحمة الوطنية اللي احنا بنسعى اليها في الفترة الجاية. واعتقد ان احنا عندنا من القدرة ان احنا نتشابك ونأخذ بأيدي الشباب كأجيال كبرت في السن، نستطيع أن نقدم لهم الخبرة، نستطيع أن نتواصل معهم. أهم حاجة أن احنا نتواصل، أهم حاجة نفتح قلوبنا أو نفتح أذاننا لهؤلاء الشباب. وأنا أعتقد أنه لا يمكن يكون العمل السياسي هو البديل للشاب عن أنه يبني مستقبله. الدولة عليها أن توفر الفرص المناسبة واللائقة للشاب ان هو بعد ما يخلص الجامعة ان يكون عنده عمل يستطيع ان هو يبني بيه مستقبله. هو حد فيكم يفتكر ان السياسة هتكون هي الشورت كات او الملجأ السريع ان انت تبني نفسك وان انت تكون مستقبل؟ لا طبعا، السياسة ما بتأكلش عيش اساسا. فلازم كل شاب يهتم اولا بمستقبله، يبدأ بانه يكون له كيان خاص به، شغل خاص به، عمل يستطيع ان هو يرتزق منه ويستطيع ان يكون اسره، وتكوينه لاسره صالحه هو في الواقع عمل سياسي، لانه في النهايه ده بناء للمجتمع، اعاده بناء للمجتمع المصري اللي احنا حريصين على ان احنا نعود مره اخرى الى مصريتنا بعد هذا الترهل الاجتماعي اللي اصابنا خلال سنوات طويله ماضيه. فكلنا علينا مسؤوليات في الفترة الجاية، سواء دخلنا البرلمان أو لم ندخل. البرلمان مش وظيفة لمن لا وظيفة له، البرلمان مسؤولية وتحدي ومسؤولية كبيرة، وهتواجه بحساب عسير من الشعب المصري إذا فشلنا في الفترة الجاية. وأنا بحذركم وبقول لكم إنه حساب الشعب المصري دائما بيبقى عسير، لأن الشعب المصري دلوقتي أصبح أكثر نضجاً، شعب يقدر يفرز ايه الصالح من الطالح. وهتشوفوا ان النتائج الانتخابات القادمة هتشوفوا انها هتفاجئكم بان الشعب المصري هيكون قادر فعلا على اختيار الاصلح في الفترة الجاية. انا بنادي الجميع ان هو كلنا يكون في اقبال على الانتخابات القادمة، يكون في تواجد في كل صناديق الاقتراع ان شاء الله، مفيش اي عزوف، مفيش اي تكاسل، وفي نفس الوقت حرص شديد على اختيار الاصلح. احنا مش ضد حد، مش عايزين نقصي حد، ولكن انا اثق تماما في ان الشعب المصري عنده من الذكاء السياسي والحكمه في ان هو يستطيع ان هو يقدم للبرلمان فعلا خيره ابناء هذا الوطن ان شاء الله. انا اتمنى ان احنا في اجتماع قادم ان شاء الله الاسبوع الجاي هيكون في زياده او ائتلاف اكبر هيدخل معنا ان شاء الله في يوم السبت القادم،
واعتقد ان احنا هنكتفي بهذا القدر من الائتلافات حتى لا نشتت جهودنا وحتى لا تتبعثر يعني القوائم مننا ونبقى مش عارفين ازاي نحط الناس. احنا نقدر دلوقتي يعني بالتواجد اللي عندنا السياسي اللي موجود في الخريطة بتاعتنا نقدر نعمل ثلاث قوائم، فالحمد لله عندنا وفرة، عندنا شخصيات محترمة، عندنا شخصيات جديدة، عندنا شخصيات فعلا بتسعى ان هي تقدم ما لديها لهذا المجتمع وبدون انتظار لأي مغانم أو مغنم، لأن العمل البرلماني أصبح ليس مغنما على الإطلاق بل بالعكس ده هيبقى عبء، وأعتقد أن احنا جميعا ندرك هذا. زي ما قال سيادة المستشار البرلمان الجاي في خلال أسبوعين لازم يراجع مجموعة من القوانين تصل إلى أكثر من 24 قانون، ثم خلال الدورة أو نصف الدورة القادمة هيضع 108 قانون، فتخيلوا العبء اللي هيشتغل به هذا البرلمان. وعشان كده برضو لازم نحسن الاختيار ويكون فيه كفاءات وقدرات قانونية موجودة من خلال هذا البرلمان. فأتمنى لكم التوفيق، أتمنى أن احنا كلنا فعلا نتحد نقف صف واحد خلف قيادتنا السياسية. البرلمان القادم برلمان مهم، هنعمل من أجل أن يكون لنا تواجد فيه كبير من أجل مصلحة مصر وليس أي مصلحة شخصية. وأتمنى أن احنا إن شاء الله في الاجتماع القادم نكون حصل ائتلاف تاني اكبر ينضم الينا. وانا يعني الحقيقه بالتواجد بتاع النهارده اعتقد انه ده تواجد بيقول انه مصر بخير، ومصر بخير بيكم مش باي حد تاني، مصر بخير بشعبها وباراده شعبها. اشكركم على حسن الاستماع وان شاء الله موفقين باذن الله.